لله بدينا وعني بيصلينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين. عسلامة صديقاتي، شنيا حوالكم أخواتي تطواتي، صباحكم ورد وفل وياسمين. اليوم يا البنات روتين جديد، روتين العودة المدرسية. أي العودة المدرسية تعذريت خالتي ديما، أنا في كل عام هكا نقول نعم. شفتوا العودة المدرسية، نقول أنا زعما السنة تالي راهو مثلا صغيري في العام الفلاني ولا يقرأ في السنة الفلانية. أما استغفر الله قبل كل شيء والحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله ربي يطعمني ويطعم جميع المؤمنين. عشت النهار مع دريت خالتي في العودة المدرسية، عملت لهم شهويهم، دللتهم اليوم بالحلو والمالح باش يعيشوا معانا نهار كامل. إن شاء الله فرجة ممتعة للناس الكل. انه اول نهار في المكتب باش نعمل شي ود ولاد خالتي، وزاد باش تشوفوا ياسمين وجو ياسمين والضحكه من القلب. وعدكم برشا جو. ياسمين هاي قاعده تتفرج فيا وحده عاقله برشا. كنقولكم مش عملت التليفون، شدت التليفون صبت عليه الماء، قالت لي ايش قلتي لي ياسمين؟ قلتي لي خلاص بلاها تعملها ضربه بالرعد. قلت لي حتى تعملي له ضربه بالرعد راه ما يتكسرش النوكي. راهي تعرفوا حيرك باش نروح وباش نخليها، راهي مالي عليا الدنيا بالضحك واللعب والزهو والطرب، وحده عسل الدنيا. صديقاتي اللي يقصد دار كبيره، هذا طن بعتونا توا جميله عمه حمو ياسمين باش يحضروا به البيتزا زايد مع العمه. كهو 2023 جميله، ربي يحيينا بخير ان شاء الله. قلت لي شوفي التاريخ. ياسمين جاب بابا. ذي باهي. وي مفيده العم. ايش عليه؟ عجبك؟ والله يمشي داك النهار مخر زرته بابا مخر. والله يا نجمه اللي فاتت كنت لبس جلباب. هاي ياسمين قلت لي بابا جلباب والخمار والدنيا، هيا نمشي. قالت لي طفيه هذاك هو دلال. اش قلتي ياسمين على باباك جاب القضية؟ شنو قلتي على باباي؟ اش قلتي ياسمين على باباك جاب القضية؟ اش قلتي على باباك جاب القضية ياسمين؟ صح القضية شي يحبها. قالت لك يحب بابا الجو هذايا ويحب البيض. يعطيك دوده يا ياسمين. شوفوا جلباب ياسمين، ولد صبيه بنت خالتي. ضيعوا في الوقت. ابب 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 على بنت خالتي. دوري دوري ياسمين دوري. هي حويت حويت. شوفي شوفي يا جديتها. مالو رقصوش راه شقولك فيها خالتي خير؟ الصبر قتلك. خرجت ياسمين تو باش نخلطها العجينة نتاع البيتزا. هنا عندي فارينة، بسم الله. كيلو فارينة باش نعمل معاه واحدة خميرة، خميرة خبز وواحدة خميرة جاتو. وهنا باش نعمل السكر. حطوا عضايمة. صحيتي كسرتي ياسمين، برافو يعطيك الصحة. حلي حلي ياسمين. حطوا غير ملح. تو باش نبدأ نخلط. بسم الله صبينا الحليب. حليب عينكم ميزانكم انتم والعجينه نتاعكم.
مثلم جيبي بقوا لحليب يا اسمي. هون وراك هون وراك ابدي صبي حتى نلم انا العجين. استني اسمي نلم يزي بور ماما زيد يا سيمي زيدي من هنا رجع الضو حل ياسمين الضو حل حل حطي ده زيد 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 طبعا ما عاش تعطيني حليب مش نكمله طب مش نلم العجينة هذي طب نشربها قطرة الحليب قلت لكم نشربوها القطرة اللي قاعدة لو حيد انت يا ياسمين لازم تقصي التليفون يا ياسمين حتى نرجع من بعد ايه نكر مدورة المدورة هذي هاي ياسمين توا نسيت حاجة مهمة الزيت الزيت نسيت حاجة مهمة برشا هاي صبي لي الزيت خالتي ياسمين انتي تنسيني راه يز يز انتي بنية خالتي تنسيني كي تبدي بحذايا شوفك ننسى الدنيا الكل في بالك بروحك ولا لا هاي لميلي لميلي يدايا الحليب والبيعات الظل لميهم الكل اوه ياسمين كل حاجة من الزيت تغسلي يديك هاي هز قص قص ياكل التليفون قص لبيش تشوفوها ساعك شوية قلبيها قلبيها السيني هاي ياسمين الطيب خالتي خيرا دوا عن العجنة كل دوا باش نغطاها هكا هو ونخلوها تخمر في عقلها ومن بعد نطيبها برافو ياسمين صاير كملناه مش كملناه نرجع لكم بعد من بعد شوي كي تخمر العجينه برافو تسمعي خالتي خيره في بنت ولدك قالت لك بعد شوي نرجع لكم كي تخمر العجينه شفتوا هاي زدنا عملناها غطيناها من الديله فقط نقول لكم بعد شوي نقول لكم نيت هذه صوص طماط انا شو عملت لها عملت لها الكليل طماطم كعب برحيتها عملت لها الكليل والزعتر والفلفل الاكحل والملح الحصيل وتحبوا تعملوا حبق اعملوا حبق عملتها بالطماطم الكعب عنا على خاطر وريتكم طماطم معناتها شيلينا ما شاء الله واللي تعملت بها سلمت عليها واحدة في الشارع قلت لها ياسمين المشهور هاي ياسمين ها عاد تشوفي ولا مش قاعد تشوف بسم الله ما شاء الله ما شاء الله نترفي شويه لبان البنات شان شويه زيت ياسمين هنا ايه لقني بيه هذه لا وافتني ها شوف ها تحل اما بنتك تحب تعمل بالشيتا قلتي ايش على ضا ها ايش تعمل فيا ياسمين يزي يا ياسمين بس حاجه ما حاجه ما كنتش فيا انا ها فما حاجه ما فهمتيهاش اللي هي اسمعي حس المشي نتاعك القاعة مش ترحل يا ياسمين بلا ياسمين بنت خالتي هذي هاي ياسمين عاد باش تشوفي المراحل قلت لي نجيب لك القلقال شفتوا البنات جابت لي فولاره انا مانيش لابسه فولاره جابت لي باش تغطي لي شعري راي بلا ارقط بلا بلا مبلبل بنت خالتي فيسه فيسه والله تغطي لي في شعري خاطر انا راسي تو عمي ينفد
سيبوا هكا كل باش نطيحش انا حاجه حاجاكم في لحظه هذاك عجينه مشيت نزور في بابا البنات مشيت معايا يزي يا كهرب اكم نخليها رجع ما تسمع فينا اسمع مشيت نزور في بابا مشيت معايا كي مشيت معايا شفنا حشاكم كلبه في سمين هزيت العصا قلت لي انا ما نهزش انا العصا كي يبدا واحد كيفاش يا سمين يبدا شكون دزها برجله ولا دزها بيد باش ماشي معايا للجبل ماشي معايا بالجي بالجيل المعق ولادي راهي وحده بنت خالتي هذيا سمحه ياسر هي الصغيره فينا وانا نحبها برشا ومدللتها برشا من الطن يا اخي تو الطن مو نعملوه من بعد هاك طلعتي ما تعرفيش البيتزا انت اي نعرف انا ما تعمل فيها خبر وما تعمل فيها هي وامك تحل العجينه وتعمل عليها البيتزا لا تعمل صوص صوص بعد تعمل صوص 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 نمشي نجيب لك في الصنات نمشي نجيب لك صحنه تو البنات بصح احنا مكتوب عليهم البيتزا نحل الهكيكاء ونحط فيها الحشوه الريحة طنطق برشي بيه لك الكريم والزعتر جيب خنزيد ونعمل ضريبة بيه من فوق ولهم الكريم هاي خلقتها أخضر هذي تربني والزعتر هاي اللي طويلة اللي غطاها أكحب نحي الساعة ديك من يد باش ما تطيح طويلة وحطها طويلة يا سمي هي تقروا تنشكوا على رواحكم نعملكم اعز ماكله واعز بيتزا ونهزكم لتونس وشيخكم ونهزكم بالفيدير ونهزك كيما قبل الدحدح وحلق الواد ذكرها في الجاي الصغيره يزي فاتن من الواحد نشو ياسر قبل وزي بوجه تعبت تخمي على تخمي على الكعب اللي مازال وانت خلاص بنات خالتي لما ندخل لتاك رانا نحنا نقولوا بسم الله كي نبدو باش نطيب باش ربي ينزل البركة طب صيب كيف ثم نقول بسم الله ديما قولي بسم الله وانت باش تطيب كيف كيف اظن مش واقع واحدة زعتر والاخرى كلي هذاك كثير طب شو نحطو الجبن معاك حط يديك مغسولة حاجة ما نسألكش انت على يديك يديك بضربتهم بالجافا هاي مهوسة بالنظافة بنت خالة يعطيك الصحة يا سمين يزي صحتك خير ما تفهمي ضايعين اللي طاف في جبينك كيف انت تنهرسك تهرسيني؟ نرحيهولك ايه توا حطينا الجبن باش نشخشخوها بالطن زيت حتى الساعه طيب ومن بعد نزينوه تريبيان يا سمي حطينا بيتزا كن طيبه ما نحطش جبن في الهواء نحطها في الاخير ويدا ليه زيت الطن اي ما نبضعوش زيت الطن والطن وين وصل طب باش ندخلها هذه للفوق هاي بيتزا هذه شوفي ياسمين شوفيها في ال في ال شوف سمحة صديقاتي حطيتها صحيح بيتزا قالوا لي وعدتينا طيبين البيتزا قبل ما تروح شوفي يا ياسمين البيتزا
صلي على النبي. صلاة الصلاة. ياسمين؟ فقاقيع. تم في فقاقيع؟ لأن هنا الضوء واحد، لأن مش الضوء عليه. بنينة ظهر شاهد. الله الله. وهذه بيتزتنا حضرت. حطوها هنا. باش نزينوها. نفضحوها. حطوا لها التل. شخشخوها بالتل. اش قولك يا سميح؟ سمحة. تحبي برشا تل؟ لا لا يزيك الدكا. يزيك الدكا قلت لي متونة يا سيدي. متونة يا سيدي. وعليكم السلام. ترى زيت التل صحيح. قالت لك يزي من الثوم تجي متونه. ما فهمتش بنتك منين تجي بالك؟ منين تجي فيه الكلام يا سي؟ بابا هو سميته خليته يجي متونه قلت لك. متونه. ها نحط الزيتون. نحط الزيتون باش؟ ممكن نحطه في الشتا. تولي مالحة. راهو الزيتون نصاف ملو ونفيه ملح. الزيتون نصاف فيه الملح. ذوقي. تخيلي راهي الطفلة هذيا باش تهبلني. راهو الزيتون عادي راهو. يقصوا فيه حبين ها هم هاني عملت لهم شهوتهم تاع أول نهار في القراية إن شاء الله ربي ينجحهم. قولي أمين. ربي ينجحهم ويفرحهم. وخنحوا كاع بيتزا ونعملوا غيرها. ايه واه فيك ثاني نوراها من هو. بايك ها امشي على التاكل راهي ياسمين شبعان. وتو بقى لي كان باش نقول لكم سلام الناس كلها من هنا الغادي. نخليكم في وديعه ربي في حفظه على امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو جديد اذا ربي حب وعطانا الصحه والعمر والوقت. في امان الله الناس الكل.